هاد الفيديو مزروب، الا دختي وكثروا عليك المعلومات دير بوز ورجع للور. بدينا اجي تفهم اشنو فهمت. تحرير سعر صرف الدرهم. هاد الحلقه خدات لينا شويه ديال الوقت في البحث، ولقينا راسنا قدام مفاهيم اقتصاديه كثيره وفي بعض الخطرات كتكون معقده وفي نفس الوقت مهمه. طبعا غادي نحاولوا نشرحوا بطريقه بسيطه، يعني الشرح ما غاديش يدخل في الديتاي واخا مهم، حيت الا دخلنا في الديتاي ما غاديش يبقى سميتو اجي تفهم، غادي يولي سميتو سامحيني. واحد القاعده اقتصاديه في اقتصاد الراسمالي سهله نذكروا بها، حيت غادي تعاوننا نفهموا الحلقه كامله، واللي هي العرض والطلب في السوق. الا كانت السلعه اللي معروضه كثيره والناس اللي بغاو يشريوها قليل، القيمه ديالها كطيح، والعكس الا كانت السلعه في السوق قليله وباغينا الناس بزاف، القيمه ديالها كطلع. الذهب اللي قليل الثمن ديالو طالع، والتراب كثير الثمن ديالو طايح. اذا التواجد ديال السلعه والرغبه ديال بنادم فيها هو اللي كيحدد القيمه ديالها. صافي مفهوم؟ يلا بدينا. باش نفهموا السوق مزيان على حقه وطريقه، واجب نعرفوا العاقه كتدوز في هاد البلاد. والدراري عيقوا، الا خدينا هذا هو المغرب. طبعا المغرب وسط منه عايشين الناس. المهم ماشي هي هذه المعلومه اللي صعيبه في هذا الفيديو. الناس وسط هاد البلاد كينتجوا منتوجات وكيستهلكوا منتوجات، يعني ملي كينتجوا كيبغيو يبيعوا المنتوجات ديالهم للناس الاخرين اللي خاصينهم. بدل ما يديروا المقايضه مع بعضياتهم، كاينه واحد العمله اللي كتسهل علينا لافير، واللي هي الدرهم المغربي. حد الان واضح، يعني شي واحد عنده شجره ديال الزيتون وربتات ليه طريحات ليه زويتينات وبغى يمشي يبيعهم لواحد المغربي، غادي يجمع داك الزيتون ويمشي للسوق يبيعه. الا كان الزيتون كثير في السوق غادي يبيعه رخيص بالدرهم، ولا كان الزيتون قليل في السوق غادي يبيعه غالي وبالدرهم. في كلتا الحالات غادي يبيعه بالدرهم. الدرهم اللي تنعرفوه عمر موكا فلوس العاق. لحد الان مزيان. هنا غادي يخرج لنا واحد المشكل صغير اللي غادي يغير لنا قواعد اللعبه. واللي هو انه دوك الناس اللي وسط داك المغرب ما يمكنش ليهم يعيشوا فقط دوك المنتوجات اللي كيصايبوا، خاصهم ولا بد منتوجات اخرين اللي ما عندهمش، اولا اللي عندهم ولكن بشكل غير كافي، واللي ولا بد يجيبوها من برا المغرب بحال البترول والقمح من الاخر. دابا السؤال، كيفاش غايديروا باش يشريوهم؟ واش غادي يخلصوا دوك الناس اللي على برا بالدرهم؟ لا، غايخلصوهم بعمله اخرى اللي ماشي الدرهم، واللي كتكون في الغالب سواء الدولار او الاورو. ها دابا السؤال، علاش الدولار ولا الاورو وماشي الريال الهندي؟ حيتاش بكل بساطه المنتوجات الحيويه في العالم بحال البترول والقمح او الفوسفات وبزاف ديال السلع كتباع غير بالدولار، وهذا موضوع اخر بلا ما ندخلوا فيه. وثانيا علاش الاورو؟ الاورو حيت المغرب اغلبيه التبادلات التجاريه ديالو كدار مع اوروبا، اذا واقف على العمله ديالهم باش يبيع ويشري معاهم. دابا سؤال اخر، منين غادي يجيب المغرب داك الدولار ولا الاورو؟ الطريقه باش كيجيب المغرب الدولار ولا الاورو هي كالاتي، سواء الناس ديال داك الوطن كينتجوا سلع اللي واقف عليها العالم وكيبيعوها ليه بالدولار اولا بالاورو، اولا كيجيو سياح من برا يشوفوا المغرب كيفاش داير وكيحطوا فلوسهم بالدولار ولا الاورو في لوطيلات والعباد اللي نتوما عارفينهم، اولا الجاليه المغربيه برا المغرب ملي كيصيفطوا الفلوس، اولا بعض الخطرات المغرب كيتسلف من برا كيتسلف بالدولار ولا بالاورو، اولا بعض الخطرات شي مستثمر كيجي كيبان ليه المغرب فيه اليد العامله رخيصه والامن وزاهيه كيحط فلوسه ويستثمر ويروج البلاد، اولا بعض المرات كيوصلونا ببساطه هيبات من عند الناس على برا كيصدقوهم على المغارب. هادو هما الطرق باش كتدخل العاقه للبلاد. مثلا ملي كيدخل شي سائح المغرب جايب معاه 1000 دولار كيصرفها للدرهم، وهذيك ال 1000 دولار كدوز في واحد السيركوي معقد باش كتولي في احتياطي ديال العمله الصعبه ديال البلاد. نفترضوا هاد الخنشه هي الاحتياطي ديال العمله الصعبه ديال البلاد، يعني اي دولار اورو كيدخل للبلاد كيتحط في هاد الخنشه. واو. دابا السؤال، علاش كنصرفوا دوك الفلوس اللي كيتجمعوا في ديك الخنشه؟ اكثر حاجه كنصرفوا فيها الفلوس هي الواردات، يعني كاع داكشي اللي محتاجين واقفين عليه وما كاينش في المغرب، واللي في الغالب كيكون الطاقه البترول الغاز والفحم اولا القص بحال القمح. وكنصرفوا عاوتاني الا بغى شي مغربي يستثمر فلوسو على برا، كنحولوهم للدولار والاورو باش يمشي يستثمرهم في دول اخرين بحال افريقيا اللي تحت وباقي الدول. كاين بعض المغاربه كيبغيو يمشيو سياحه برا البلاد، كنحولو لهم الدرهم للعمله الصعبه باش يخرجوا، كنهزو من الخنش. اولا فاش كنبغيو نردو الدين اللي خدينا كنردو حتى هو بالعمله الصعبه، حتى ما كتاخذو بالدوفيز وتردو بالدرهم. اولا داك المستثمر اللي دوينا عليه في الاول ملي كيربح داخل المغرب كيخرج الارباح ديالو بالدوفيز، الدوله كتضمن ليه انه يخرج الارباح ديالو و100% من الارباح الى المغرب. المهم هذه هي الطرق باش كتخوي ديك الخنش، يعني بخلاصه باش المغربي يبقى يستورد داكشي اللي خاصو واللي واقف عليه خاص ديك الخنشه ديما تكون عامره بالعاقه. مزيان فهمتوا لحد الان هادشي؟ ياك دابا السؤال المهم، ما معنى تحرير سعر صرف الدرهم؟ واعي بطله، كيفاش التحرير؟ تماله مربوط تطلق بالنهايه. غنشرح لكم مزيان وتابعوني من الاول. البلان، باش نفهموا البلان مزيان خاصنا نعرفوا اشنا هما انظمه الصرف ديال العملات. ناري على جمله قلت لا تدير نقطه. تكالما تكالما ارتاح، درنا لك هاد البوز باش تجمع الافكار في دماغك شويه عليك. صافي واجد بدينا. كما قلت لكم كل بلاد عندها عمله داخليه ديالها. دابا سؤال، كيفاش بعض العملات كيكونوا قويين في العالم بحال الدولار الاورو وعملات اخرى كيكونوا ميتين؟ العمله ديال البلاد كتكون قويه الا كان الاقتصاد ديالها قوي. نزيد نشرح، نفترضوا المغرب هو الدوله الوحيده اللي كتصوب الطيارات في العالم، العالم كامل غادي يبغي ياخذ عنده دوك الطيارات، هو غادي يقول لهم ما تشريهم من عندي الا بالدرهم المغربي، اذا العالم كامل غادي يولي كيطلب داك الدرهم المغربي. طبعا ماشي شري الطياره، ملي غادي يقوى الطلب على الدرهم غترتفع القيمه ديالته لان العرض ديالو قليل بارابور الطلب اللي كاين اللي دوينا عليه داكشي. اولا يقول لهم
صافي ماشي مشكل نبيع لكم بالدولار الامريكي. ما حدو كيبيع الطيارات بزاف، ما حد الدولار كيولي عنده كثير في البلاد. هادشي اللي كيخلي قيمه الدرهم تطلع، لان الدولار كيرخص قدام الدرهم حيت الدولار ولا كثير عندنا في السوق المغربي، والقاعده كتقول الا كثرت الحاجه كترخص، وملي رخص تطلع القيمه ديال الدرهم. فهم هكذا العمله كتاخذ القيمه ديالها. بخلاصه الا كان الاقتصاد قوي العمله كتكون قويه، يعني انت خاصك تكون كتصدر بزاف وعندك اقتصاد. صافي سليم. دابا كيفاش هاد نظام الصرف الثابت؟ كاين بعض الدول اللي كيربطوا العمله ديالهم مع شي عمله على برا، حيت هذيك العمله كتكون قويه، اولا بغى يربطها وصافي للصالح العام ديالو. مثلا افترضوا المغرب كيربط العمله ديالته مع الاورو مليفي، بمعنى كيشد الاورو كيقول لك كل اورو كيساوي 10 دراهم. سالات القصه، انا قلت لكم اورو كيساوي 10 دراهم. طبعا المغرب قبل يدير اورو كيساوي 10 دراهم ماشي 2 دراهم، ضرب حساباته عرف شحال عنده ديال الثروه، شحال كيدخل شحال كيخرج، شحال يساوي الدرهم، شحال نقدر نشرب الدرهم، شحال نقدر نشرب الاورو، ضرب حساباته كامل ولقى بلي الاورو كيساوي 10 دراهم، وقال لهم باسط هادشي اللي الاورو كيساوي 10 دراهم. هاد القضيه شنو كتعدي؟ كتعدي ان الى الاورو طلع درهم تا هو كيطلع، ولا الاورو هبط درهم تا هو كيهبط. يعني ايه؟ معنيتها انه للاقتصاد ديال اوروبا ازدهر وباعوا بزاف ديال الطيارات والعيبات وطلعت القيمه ديال الاورو، حنا قيمتنا طلع معاه. بمعنى الا كان اورو كيساوي دولار ف10 دراهم كتساوي دولار، الا طاحت القيمه ديال الاورو اورو كيساوي نص دولار غتولي حتى 10 دراهم تساوي نص دولار، والعكس الا طلعت القيمه ديال الاورو ولا كيساوي 2 دولار 10 دراهم تولي تساوي 2 دولار، وهكذا. اذا حنا ربطنا العمله ديالنا مع الاورو 100%. هاد الحالة ماشي هي اللي كاينه في المغرب. المغرب رابط العملة ديالته 60% مع الاورو و 40% مع الدولار، يعني الا طلع الاورو كنطلعوا معاه 60%، الا طلع الدولار كنطلعوا معاه 40%. الا هبط وهكذا كنصاوبوا واحد الاكيليبر ما بين الاورو والدولار. علاش؟ لانه 60% ديال المعاملات ديالنا التجارية مع اوروبا و 40% مع العالم الاخر، واللي كثر شي فيهم البترول والقمح وداك الشيء اللي كيتباع غير بالدولار. مزيان، هذا هو نظام ربط العملة. يعني المغرب كيقول باللي العملة ساوية القد والقد، 10 دراهم اورو، 10 دراهم 40% 60%، داك الشيء مغيز. كاين انظمة اخرى ديال صرف العملة ما كاينلاش ندخل فيهم، نجي لكم النظام الاخر اللي هو النظام العائم. عوم الساط عوم. النظام العائم هو ان هذاك الدرهم ديالنا ما مربوط مع حتى شي عمله، يعني قيمه داك الدرهم كيحددها قيمه الاقتصاد البلاد. بمعنى الا كنت كنصدر بزاف ديال المنتوجات كتكون شي بزاف ديال الدولار والاورو للبلاد، وبالتالي الدرهم كيطلع القيمه ديالته، والعكس الا كان عندي اقتصاد فارغ ما كنجيب لا دولار لا اورو، غادي يكون الدولار والاورو قليل عندي في البلاد، اذا قيمه الدرهم غادي تطيح. كيف ما شرحنا قبيله، النظام العائم هو العرض والطلب. واش باغيين الناس العمله ديالك ولا ما باغيينهاش، وعملتك كتسوى مع بارابور العمله ديال الاخرين، تواجد دوك العملات الاخرين الاجنبيه عندك في البلاد او لا متواجدينش. دابا واحد السؤال، اشنا هما الايجابيات والسلبيات ديال النظام الثابت، والايجابيات والسلبيات ديال النظام العائم؟ عم يا عوام، باش نعرفوا السلبيات والايجابيات ديال كل نظامين خاصنا ولا بد نحطوهم في حاله ازمه. تشكش رجع 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 معايا للور، رجع معايا للور، رجع معايا للور. ها هنا عقلتوا على هاد الخنشه، كنا عارفين باش كنعمروها وكنا عارفين كيفاش كنخويوها. دابا في حاله الازمه شنو هي الازمه؟ الا شي حاجه من الحوايج اللي كنستاردوا طلعت الثمن ديالها فوا 3، مثلا البترول، يعني مثلا بدا ما يساوي 45 دولار ولا كيساوي 135 دولار، تقريبا تريبل. اش كيوقع في حاله النظام الثابت؟ بمعنى انه مثلا 10 دراهم كتساوي دولار، فهذيك الخنشه كتبدا تصرف منها اكثر من القياس، اكثر من المعتاد، كيبدا يتخربق ليا ليكيليبر اللي كنت انا شاد ديال الخنشه. علاش؟ حيت هنا الثمن فيكس، ما عادش بنك المغرب الحق انها ما تعطيش الدولار لاي واحد باغي. يعني مثلا شي واحد بغى يخرج برا المغرب سياحه وبغى يحول فلوسه من الدرهم للدولار، كيحولهم ب 10 دراهم للدولار، كيبقى نفس الثمن واخا الدولار قليل في البلاد، والبلاد واقفه عليه باش تشري المواد الاوليه اللي خاصينها. ونفس الشيء اللي بغى يشري اي واحد شي حاجه من برا المغرب بالدولار كيشريها بنفس الثمن ثابت. وهكذا كتبقى القضيه غاده كتخوى ديك الخنشه، كتولي فيها الصفر. الا ولات خاوي ولات فيها الصفر، اشنو خاصني ندير؟ عندي حل من جوج، يا اما ما بقاش نستورد كاع داك البترول ديك الساعه كامله غيدفعنا الضو غادي نرجعوا لعام البون، اولا نتسلف. ولا تسلفت ما يمكن حتى شي واحد يسلفني حتى يضمن انه غادي يرد فلوس. واكثر واحد انت عارف هاد القضيه هما اللي فيهم صندوق نقد الدولي، قبل اللي يسلفك الفلوس كيفرض عليك بزاف شروط باش يضمن انك غترد، واللي ما بينهم انك ما تخسرش فلوسك على السير حتى تخلص المدارس السبيطارات داكشي نساء. الا كنت تخسر فلوسك خسرهم فقط على الاستثمار باش تعاود ترد بهم فلوس اخرين. وثاني حاجه كيقول لك اجي 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 حتى تقدر نظام الصرف الثابت غادي تردوا عائب. وهذا الشيء اللي وقع الماس بقاو تقبت لهم الخنشه، كثروا عليهم المصاريف، اضطروا يتسلفوا، اضطروا انهم يديروا النظام العائم. دابا السؤال، كيفاش النظام العائم غادي يضمن داك الناس اللي سلفوا انهم يردوا فلوسهم؟ هذا السؤال مزيان. في حاله النظام العائم الا كانت الازمه ملي كيكثر عليك السير الا ولا البترول فوا 3 كتبدا تصرف من ديك الخنشه، اذا الدوفيز كيبدا يقلال. ملي كيبدا يقلال الدوفيز قيمته كتطلع، اذا بشكل معاكس قيمه الدرهم غادا وكتهبط. بدا ما يولي دولار 10 دراهم تيولي دولار ساوي 12 درهم، الخنشه غادا كتخوى 13 درهم، غادا كتخوى 14 درهم، 15 درهم، كيولي الدولار غادي وكيغلى الى خوات الخنشه من الدوفيز انه كيبدا يقلال. ها اشنو نقدر ادي ليها هاد القضية؟ تأدي أن كلشي الواردات غادي يوليو غاليين من غير البترول. مثلا المغرب اللي كان كيستورد القمح حتى هو غادي يغلى، الطوموبيلات غادي يغلى، الباسيات
كل شيء اي حاجه كتجيبها من برا غادي تولي غاليه. ها هنا المجتمع اشنو غادي يبدا يدير؟ المجتمع غادي يبدا يتقشف وما يبقاش يكونسومي اي حاجه جايه من على برا لانها ولات غاليه، لان ما كاينش الدوفيز ولا غالي. اذا الواردات كينقصوا حيت ولاو غاليين، المغاربه ما غاديش يبقاو يشريوهم، غادي يوليو يقلبوا يشريو غير المنتوج ديال البلاد لانه غادي يرخص. وبما ان الدرهم طاح ليه القيمه ديالته يعني الدولار ولا غالي، السياح غادي يولي يجيهم المغرب رخيص. مثلا شي واحد مولف يدوز عطله ديالو في مراكش ب 10000 درهم اللي هي 1000 دولار في النظام القديم، مع الازمه غادي تولي 10000 درهم كتساوي 500 دولار، يعني بدل 10 درهم دولار ولا 20 درهم دولار. هو باللي على برا غادي يولي يجي الدرهم رخيص، وغادي يولي تجي السياحه في البلاد رخيصه، دونك غادي يكثروا السياح لان غيولي نشهيهم يجيو بالثمن. وكذلك الصادرات مثلا اللي كنت كنبيع انا تريكو ب 100 درهم، هي راه 100 درهم غير هي اللي حولتها في النظام القديم غتولي 10 دولار، وفي النظام الجديد غتولي 5 دولار. اذا السلعه ديالتنا تولي رخيصه عند العالم، وبالتالي غتولي كتصدر بزاف لانه بزاف الناس غيبداو يشريو عندك لانك رخصتي، وهنا غادي تبدا تعمر الخنشه مازال. اذا النظام ديال العائم تيخلي الخنشه ما تقبش بزاف وكيعاونها مازال تعمر، فكيخلي فيها شويه الفلوس. هذا علاش اللي فيه ما كيفرض التعويم باش يضمن ان الخنشه فيها الفلوس باش ترد ليه الديون ديالو. ها هنا كاين واحد النقاش كبير مع الناس اللي مؤيدين للقرار والناس اللي ضد القرار. الناس اللي ضد القرار تيقولوا علاش اودي حنا مشاو هاد القرار المستوي راس، خلينا في نظام الصرف الثابت، راه ما قادينش على هاد الخطوه لاننا اصلا حنا دوله ماشي مصدره، و85% من الواردات اللي كنستوردوا ولا بد منها ما يمكنش نتراجعوا عليها لان فيها القمح وفيها بترول. يعني الا مشينا تحررنا الدرهم مع هاد الواردات اللي كنستوردوا طبعا غادي تطيح لي القيمه ديالته، وغتولي السلعه اللي كنجيبو كامله من على برا غاليه، وبالتالي غادي تراسي تضخم كبير في البلاد والمشاكل. ما ندخلوا لهاد القرار تيكونوا واجدين، يعني تنصوبوا مصانع وتنوليو نصدروا للعالم بزاف عاد باش ناخذوا هاد القرار. نخليو دابا هاد القرار لانه حامينا، والناس اللي مع القرار شنو كيقولوا؟ كيقولوا اه هاد القرار حامينا، ولكن الا وقعت الازمه وتقبت لي الخنشه واضطريت نتسلل غادي ندير قرار الصحه على وجهي بحال كيف ما طرى المس، لانه غادي يفرضوا عليه في الشروط ديال الدين. اللهم نديروا دابا ما حد البلاد مستقره والعالم كامل ما كيكونسوميش وكاين توازن في العالم، نديروا دابا ونديروا بمراحل بشويه بشويه تيولي الفلوتمون. اه شنو هما المراحل؟ المراحل هو غادي نمرنوا الدرهم عاد باش غادي نعاوموه، ماشي نمرنوه نترنيو به وانما نرجعوا سوبل. كيفاش؟ حنا غادي نفكوا جزئيا الرباط مع الدولار اور، غادي نقولوا بلي الدرهم حر في حدود. مثلا نقولوا الدرهم عمرو يطيح حتى تولي 15 درهم كتساوي دولار، وما عمرو يطلع حتى يولي 5 درهم تتساوي دولار، يعني كنديروا ليه حدود. في البدايه الحدود غادي يكونوا ضيقين ومع الوقت غادي يوسعوا حتى الاقتصاد ديال البلاد يولف بشويه بشويه عاد باش غادي يتحيدوا في مره كاع يولي حر. هادشي باش ما يكونش التعويم قاسح كيف ما طرا في مصر. وبلا ما ندخلوا في الديتاي كيفاش يطرا هادشي حيت غادي نحصلوا هنا. المهم هاد العمليات تاخذ سنوات طويله، تقدر القضيه تاخذ اكثر من 7 سنين. هاد القرار هو مسؤوليه وزاره الاقتصاد والماليه، اذا تابع للحكومه اللي كتحكم البلاد هي اللي مسؤوله على هاد القرار. ايوا هادشي اللي كاين في هاد الحلقه، بزاف الحوايج ما قلناش ولكن ماشي بالضروره نقولوا كلشي. الا شفتك الفيديو مزروبه بزاف وما فهمتيش عاود الفيديو ان شاء الله غادي تفهم، وصبر شويه. ايوا خاصكم تبارطاجيو هاد الفيديو، تابوناو، ديروا جيم، وقولوا السلام عليكم. تهلاو.